الحمد لله رب العالمين. انا سعيد جدا بالتكريم، ولو ان انا بالنسبه لي مع احترامي لكل المهرجانات اللي في الدنيا، يعني انا التكريم الحقيقي اللي بشوفه في اخواتي في الشارع، لان هو ده اللي انا بشتغل لهم وهو ده اللي انا بستنى رايهم. فالمهرجان الحقيقي مش اللي على الريد كاربت، المهرجان الحقيقي اللي بيبقى في الشارع مع الناس. يعني الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. هم فعلا اخواتي وانا بتعامل معهم انهم اخواتي، وحتى اللي بشوفهم في الشارع بيحسوا ان انا فعلا بعملهم كاخواتي وانا اخوهم، وربنا يديمها عليا نعمه يعني يحفظها من الزوال. يعني انا ماليش دعوه، انا بتكلم عن نفسي. ايه يا فندم؟ عندي فهد البطل باذن الله رمضان 2025، بوعد الناس وبوعد اخواتي باذن الله ان هو يكون اقوى من حق عرب، وباذن الله يعجبهم. يعني الحمد لله رب العالمين، دي حاجه انا بفرح بيها اخواتي والتواصل اللي ما بيني وما بينهم، هم اللي وصلوني للي انا فيه وهفضل مكملها معاهم. يعني فهد هيبقى اكشن وصوره ودراما وكده ولا ايه؟ ايه ده؟ هيبقى اكشن، بيبقى اكشن وهيبقى شعبي وهيبقى كل حاجه انت بتحبها. ايه؟ سمع فندم. لا القصة حلوة، محمود عمل قصة قوية جدا وبإذن الله، والمسلسل يعني عجبني. هل ممكن نقول لا يا عم، مفيش حاجة اسمها نمبر 1 ومفيش الكلام ده. أنا بشتغل وربنا بيراضيني على قد الجهد اللي أنا بشتغله، فبس يعني ما النهاردة أنا نجحت بكرة زميلي ينجح أنا بارك له. لا حاجة في السينما جاية. إيه؟ بإذن الله بعد رمضان بإذن الله بتبقى ان شاء الله باذن الله. الحمد لله رب العالمين، ده احنا اجتهدنا وانا اجتهدت وكل اخواتي في وكل زمايلي في المسلسل اجتهدوا، وربنا ادانا على قد تعبنا. يعني فهد البطل؟ لا والله كتير، والله يعني كتير. لسه ميرنا معايا، ميرنا نور الدين مضت ولسه الابطال بيمضوا، ومعايا طبعا النجم الكبير استاذ احمد عبد العزيز اللي انا بتشرف ان انا هشتغل معاه، لان انا من معجبينه يعني. بس